وهذا سائل يقول: هل يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة في باب الأحكام علما بأن بعض الكتب الفقهية ككتاب منار السبيل مثلا يحتوي على أحاديث ضعيفة، فما توجيهكم؟ أولا الحكم بالضعف ما هو بكل واحد يقول الحديث ضعيف، الحكم هذا لأهل العلم وأهل الحديث الراسخين في علم الحديث، ما هو واحد متعالم أو مبتدي يسطو على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا كذا وهذا كذا، هذا حرام ولا يجوز. لكن إذا ثبت أن الحديث ضعيف عند أهل العلم، ما هو عند المبتدئين والمتعالمين، إذا ثبت أنه ضعيف عند الأئمة، أئمة الحديث الحفاظ، أنه ضعيف يعمل به في الفضائل، في فضائل الأعمال فقط، ولا يبنى عليه حكم، ما يبنى عليه تحليل وتحريم، هذا ما يبنى إلا على دليل صحيح. أما العمل بفضائل الأعمال فلا بأس أن يعمل بالحديث الضعيف.